ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها؟ هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت نهائيا وعدم رؤيتها لأي رجل حتى انتهاء مدة العدة والتي هي 4 أشهر و10، علما بأنني تقول موظفة وعندي أطفال؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. عدة الوفاة ليست كما قالت السائلة 4 أشهر و10، ليست كما قالت السائلة 4 أشهر و10، بل هي إما 4 أشهر و10 وإما وضع الحمل إن كانت حاملا. فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل، وإن كان وضعها بعد موته بدقائق، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد. والإحداد هو أولا لزوم البيت، فلا تخرج من البيت ليلا ولا نهارا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو دعت الحاجة إلى ذلك في النهار. ومن دعاء الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مدرسة ولم تعط إجازة في مدة العدة، وكان بقاؤها في بيتها يفضي إلى فصلها من التعليم وإلى انقطاع معيشتها وأولادها، فإن هذه حاجة ولا حرج عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في هذه الحال ثم ترجع. ثانيا، يجب على المحادة أن تجتنب جميع أنواع الزينة في اللباس، فلا تلبس الحلي ولا الثياب الجميلة التي تعتبر تزينا وتجملا، وأما ثياب المهنة والبذلة العادية فلا حرج عليها أن تلبسها. ولا تلبس الحلي لا بيد ولا برج ولا بأذن ولا برقبة، ولا تستعمل التحسين كالافتحال وتحمير الشفتين ونحو ذلك، ولا تستعمل الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أم بخورا، إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تطهر المحل بشيء من الطيب كالبخور لإزالة الرائحة الكريهة، وأعني بالمحل محل الحيض. وأما مكالمتها الرجال فلا بأس بها، وكذلك مكالمتها في الحافز لا بأس بها، وكذلك رؤية الرجال لا بأس بها، لكن لا تكشف أمام الرجال كغيرها من النساء، فهي بالنسبة لمكالمة الرجال وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء. السائلة تقول: امرأة كبيرة في العمر كثيرا، عمرها ما يقارب من 65 سنة، توفي زوجها وقد كان هذا الزوج عاجزا ومريضا فلم تعتد عليه، وإنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت، علما بأنها كانت لا تتزين ولا تطيب. والسؤال: هل تأثم في ذلك وماذا عليها؟ المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام من موته أو وضع الحمل، ويجب عليها في هذه العدة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية أن تمرض وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفى، أو أن يحتاج إليها قاضي في حصر الوراثة مثلا، أو غير ذلك من الأسباب التي يسوغ لها أن تخرج. أما بدون سبب فلا يجوز، وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك، بل تبقى في بيتها. لكن لو احتاجت إلى، لو اضطرت إلى الخروج بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت، أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت، أو أصاب البيت حريق لا يمكنها أن تبقى معه، فحينئذ تخرج ولو في الليل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا، مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتريها. وكذلك يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيب أو أن تكتحل أو أن تتورف أو أن تتمكيج أو أن تلبس ثياب زينة أو أن تلبس حليا، كل هذا حرام عليها حتى تنجي العدة. وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما أشبه ذلك فهذا حلال لا بأس. وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تغتسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، أو لا تغتسل إلا عند الحيض، فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال. وكذلك لها أن تصلي في أول الوقت وآخره سواء صلى الناس أم لم يصلي. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطر؟ نعم، يجوز لها ذلك، لأن الأمر كما قلت في السؤال قبله لا يراد بهذا التطيب، وإنما يراد تطيب النكهة
فهو كزهر التفاح وشبه. إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد وإن تركته محادة فهو أولى. نعم. الله يبيك. تقول هذه السائلة: إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد فترة أكثر من 6 أشهر فمتى تعتد؟ الاعتداد يبتدئ من الوفاة لا من علمها، لا من علم المرأة. فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم من محرم ولم تعلم إلا في أول يوم من صفر، فابتداء العدة من أول يوم من محرم، وعلى هذا تعتد ب3 أشهر و10 أيام الذي هو تكميل العدة. ولو قد أنه مات زوجها وهي حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة. وهذا يقع كثيرا، يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعته، فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة. هل في لبس ساعة شيء من على المحادة على زوجها؟ الذي أرى أنها لا تلبس الساعة، لأن الساعة نوع من الزينة، ولكن تجعل الساعة في جيبها أي في محفاتها، وإذا احتاجت إلى مراجعتها راجعت. جزاكم الله خير. أيضا تقول: بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال، الكلام بالهاتف في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء على المحادة ولا غيره. إذا كان الرجل من معارفه أي من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيرا، وأما إذا كان أجنبيا فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكلمه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: توفي زوجي وعندي أطفال وأغنام، وعندما لبست الحداد كنت أخرج للبر لهذه الأغنام وأعطيها الماء والأكل وأذهب بها إلى المراعي، لأنه لم يكن هناك من يقوم بها غيري وأنا متحجبة حجابا كاملا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحكم أنه لا بأس في هذا، لأن خروجك كان في النهار حسب ما فهمت من السؤال، والخروج في النهار أي خروج من اعتد عدة وفاة في النهار إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم. امرأة لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بذلك، نرجو بيان الحكم في ذلك، مأجورين؟ ليس عليه شيء ما دامت تركت الاحتياج جهلا منها فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. نعم. وإذا علمت الشيخ بالحكم الآن؟ إذا علمت بعد انقضاء العدة ما ليس عليها شيء بعد انقضاء العدة، وإن علمت في أثنائها تكمل. طيب، أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟ إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر 3 تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدته، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل ليحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول. هل يجب على المرأة المتوفى عن زوجها أن تبقى طيلة فترة العدة في المنزل لا تخرج منه أبدا ولو حتى إلى المستشفى في حالة الضرورة؟ وهل عليها كذلك وهي في العدة ألا تحدث من هو أجنبي عنها ولو في الهاتف مثلا؟ فقد يحصل ألا يوجد أحد في المنزل فتضطر إلى رفع السماعة الهاتف ويكون المتحدث رجل. وهل تأثم المرأة إذا لم تلزم البيت في فترة العدة وخرجت للعمل إذا كانت مدرسة أو موظفة مثلا؟ ما هي المحرمات على المرأة في فترة العدة وما لا يجوز له وما لا يجوز لها؟ أفيدونا أفادكم الله. المرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويدعون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ولكن لا بأس أن تخرج للحاجة كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت إذا لم يكن هناك من يشتريها، أو تخرج لأداء عملها في المدرسة، أو تخرج للمستشفى. أما في الليل فقد قال أهل العلم إنها لا تخرج إلا للضرورة، بحيث تخشى على نفسها إن بقيت في البيت وحدها أو يكون البيت آية للسقوط وينزل المطر فتخشى أن يسقط عليها، أو يشب في البيت حريق فتخرج. المهم أن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الليل والنهار، فقالوا في الليل تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، فقالوا في النهار تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة. هذا بالنسبة للزوم المسكن.
أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة، أي لا تلبس ثيابا يعد لبسها تدينا، وأما ثياب المعتادة فتلبسه سواء كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو حمراء أو غير ذلك، يعني لا يشترط لون معين للثياب. الذي يشترط أن لا يكون الثوب ثوب زينة. الثاني أن لا تتحلل، يعني أن لا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال أو غير ذلك من أنواع الحلي، حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يخلع بلا ضرر فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالا وزينة. أما إذا كانت لا تستطيع خلعه أو كانت تخشى من ضرر فيبقى، ولكن تحرص بقدر الإمكان أن لا تبرزه. إذن سن نقول إذا كانت تخشى إذا كانت تخشى من خلعه ضررا فإنه يبقى، ولكن تحرص على أن لا يبرز بقدر ما تستطيع. ثالث أن لا تفتح ولا تتشمل بزينة أخرى كتحمير الشفاه والخدين والتمكيج وما أشبه ذلك، كل هذا يجب عليها أن تتجنب. وأما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس، سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف، ولها أن تصعد إلى السطح ليلا ونهارا، ولها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونهارا. وأما ما اشتهر عند عامة الناس أنها لا تكلم أحدا ولا في التلفون فهذا خطأ. وبقي شيء رابع مما يحرم عليها وهو التطيب، فإنها لا تتطيب لا بالدهن ولا ببخور ولا غير ذلك إلا إذا طهرت من الحيض. نعم، بارك الله فيك.